بدأت الأعداد تتزايد جدا، أعداد النازحين من سيناء. مفيش شك إن الجماعات التكفيرية الإرهابية حينما وجدوا إن هذه القضية تحديدا أحدثت كل هذا الدوي، فبدأوا يقولوا إنه طيب ما نشتغل عليها ونركز عليها. وبالتالي هنا بدأت معظم أو عدد كبير من العائلات المسيحية في سيناء في العريش تحديدا وفي أكثر من منطقة تقول إنه الوضع لم يعد آمنا، على اعتبار إنهم ما كانوش بيقتحموا البيوت وبيقتلوا بهذا الشكل، لا دلوقتي بيقتحموا البيوت وبيقتلوا وبيشعلوا النار حتى في الجثث. هتلاقوا في شكاوى من المسؤولين في الكنيسة وشكاوى أيضا من الكثيرين إن الأعداد بدأت تتزايد بشكل كبير وبدأت تفوق إمكانيات الإسماعيلية، وبدأ الناس يطالبوا بتوزيع هذه الأعداد وغيرها اللي لسه هيجي على محافظات أخرى. أنا بسأل ليه بتقتلونا؟ ليه بتطردونا؟ ليه بتشردونا؟ ليه بتحرقوا بيوتنا؟ العدد كبير جدا في الإسماعيلية، قتلوا الأسرة اللي الأب والابن، سيبنا ذكرياتنا وإحنا بنحب العريش. أنا سبت كل حاجة، كل حاجة أنا جايب الترنج اللي عليا. هما يعني شبه عاملين حصر بكل بيوت المسيحيين في العريش. خلاص أنا مش راجعة العريش تاني، ليا من فيها اللي كان ليا راح مش راجعها ولا داخلها خلاص. ما زال يتوافد المئات من الأسر القبطية على الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، نازحين من العريش، تاركين منازلهم وحياتهم بأكملها هروبا من التنظيمات الإرهابية. آخر 30 واحد ابتدوا يقتلوا في المسيحيين واحد ورا الثاني، 8 في شهر واحد. كل ده ومستحملنا لغاية ما ابتدوا يقتلوا الناس في البيوت، بقى يدخلوا على الناس البيوت. ضرب النار كنت بترعب بسببه. سيبنا فرشينا ووظيفتنا وتشردنا في الشارع. احنا لينا في العريش 40 سنة، مدارسهم هناك، ولادي وكل حاجة هناك. كان جوزي موظف هناك الله يرحمه، ميت من 13 سنة، كان مهندس زراعي هناك. كل حاجة، سيبنا البيت وسيبنا الشغل وسيبنا كل حاجة. انا عشت 34 سنة في العريش، دي بلدي ووطني وبحب جيراني. احنا طالعين كده بهدومنا، يعني احنا طالعين هربانين، عارف اللي عامل عاملة؟ احنا كنا طالعين كده زي ما يكون علينا طار. بيقتلونا ويحرقونا ويحرقوا بيوتنا. مش عايز ارجع تاني. ليه؟ عشان ضرب النار وبيذبحونا هناك. كانوا بيوزعوا منشورات، وغير انهم بيوزعوا منشورات كانوا بيمشوا، يعني اقول لك مثلا بيلفوا الشوارع يعرفوا فين بيوت المسيحيين ويسالوا عليها. فاتحين سوبر ماركت بقى فيه انا ومراته وهو. هو كان يوم 30 واحد قاعد على الأربع سلمات بتاعت المحل قاعد بيلعب في التليفون. دخلوا ثلاثة مسلحين وواحد وقف على الشارع الرابع، شدوا مراته من شعرها ورموها في الشارع. هو ما لحقش يرفع دماغه، بالآلي في قلبه على طول، دي رصاصة طلعت من ظهره، كرمت كياس اللبن كلها اللي في المحل، وادوله رصاصة تانية وثالثة ورابعة وخمسة. ده عمري كله انا ابو ميت لي 13 سنة، هو اللي شايلني اكل وشرب وعلاج وكل حاجة. ده عمري ذنبهم ولاده، واحد في تانية وواحد في اولى، والبنت اللي لسه مولودة لها 3 ايام. ايه ذنبهم؟ عملوا ايه عشان يعملوا في كده؟ ده كان ابويا وامي وجوزي وكل حاجة ليا وكل حاجة ليا. يا حبيبي يا ابني احنا فين؟ احنا في غابة يا ابني، في غابة عشان يعملوا كده، في غابة. عمل لهم ايه؟ عمل لهمش حاجة. العدد كبير جدا في اسماعيلية، وزي ما قلت قبل كده ان في حمل كبير قوي على محافظة اسماعيلية هنا، فلازم المحافظات اللي حوالينا تشيل العبء دوت شوية ويحسوا بالناس دي. عندنا العدد دخل دلوقتي في 185-190 أسرة، فعدد الشقق اللي ترتب من خلال المحافظ قليل. بس انا كنت بناشد احد الاسس هناك وقال لك ده دور المحافظ، هو اللي يقول لنا يا سيادة الرئيس خلي محافظ بورسعيد يفتح
المحافظه للناس ديت مهم جدا. فاحنا عايزين بيوتنا وحاجاتنا ترجع، يا اما يشوفوا لنا حل يا اما يرجعونا بلدنا وهي نظيفه. انا بقول للناس اللي قتلونا وطردونا احنا بنحبكم ومسامحينكم وبنصلي من اجلكم باستمرار ان ربنا ينور قلوبكم. ونفسي ارجع تاني العريش، لان انا اساسا بقالي 35 سنه في العريش. نفسي حق يا ابني يرجع.